مساء النور مشاهدينا، مرحبا بكم معنا على شاهدة تي في في برنامجكم طول كبير المغربي. كيف كل يوم احد وكيف كل يوم احد في الحال كيكون معنا ضيف او ضيفه، ودائما كيف ما كنقولوا في الحال الضيف هو اللي كيخلي لومبرانت ديالو او البصمه ديالو في الحلقه ديال طول كبير المغربي. الليله غادي نستضيفوا معنا صوت جميل جدا، غادي نحاولوا نسافروا معاه في الحال واحد سفر جميل. وجدوا راسكم صوت فريمون، انا بعدا كان امن بها، انا تبارك الله عندها صوت زوين. ندى مساء النور. مساء الخير. شكرا. صافي الحمد لله. كلشي بخير. صوت عندك دابور ضعيف واحد شويش، مي تبارك الله عليك في الغناء توي ميرسي. ستوكي اللي يمكن لك تعطيني واحد شويش ديال لافو باش تعطي الحال المشاهدين كذلك حتى ما يسمعوكم مزيان. الوغ نبداو من الاول، شكون هي ندى ازهري؟ الوغ ندى ازهري واحد مغنيه مغربيه. اوكي، علاش عارف عمرك؟ 27 27 عام. ما بيناش. لا مازال كتبان، مازال عقلي كانت عندك 23 جوبونس شي حاجه بحال ما كنت صح. اول تيتر كي كانت الطفوله ديال ندى ازهري قبل ما ندخل معك الموسيقى اللي كان اللي طايت الحال. كانت عندي واحد الطفوله عاديه زعما نورمال. تبدين الدار البيضاء؟ بديت في الدار البيضاء. انا بلاصه في الدار البيضاء في مير سلطان. اوكي داكور. وما كنتش انا كنغني زعما بزاف ملي كنت صغيره، زعما عادي بحال كاع لي بحال كاع لي زونفون زعما الصغار وداكشي. ما ماشي كاع لي زونفون صغار كيغنيو انا. شي شويه كاع صغار كيغنيو. كنت شحال هادي كنت هي كن عرفتي ملي كتجمع مع لا فامي لي كوزان وداكشي كنا كنديرو دي بتي كونكور زعما الغناء. داكور. اي سي كوم سا زعما باش بديت شويه كنغني. الاسره ديالك فنيه؟ لا نو والو، بعد على الفن. اوكي، لي كوزان اي كوزين؟ تا هما با ترو. D'accord. La guitare, il t'a dit. Alors la guitare, déjà la guitare, parce que je me disais quand je t'ai dit, je la guitare. pendant des mois انا هي بوحدي هكا ما كان زعما حتى شي واحد ما كان كيسمع. الاستاذ الاول شنو ديتي تو في يوتيوب؟ شنو هي يوتيوب؟ داكور. ما عمري ما خديتني دي كور ني غين دو تو. و دايوغ كنت كان عندنا دي كور دو سولفاج في المدرسه، عقلت وجيتي لا بلو نول. انا اكفس فريمون جيتي لا بلو نول، كنت جبت واحد 3 دو موايان وبقى فيا الحال بزاف. اي من سي تي ان تشالنج بور توا، قلتي انا هاد القضيه هادي خصني بقى فيك الحال. علاش جبتي 3؟ يعني انا السولفاج سي ان تروك ما عادش كيمونوي بزاف، اي سا ما با ترو انكوراجي باش من بعد نمشي فريمون نقرا ندير الكونسيرفاتوار ونقرا وصافي. بقيت في البيت ديالي كنتعلم، كنت بوندون دي مو انا كنتعلم وكنشجر راسي غير انا بوحدي، كنشجر راسي وكنعاود نسمع وكنعاود نشوف واش داكشي مزيان وكنعاود نصحح لي فوت ديالي تو. واحد النهار سمعت واحد لو مورسو لختي وهي قالت لي خصك دابا ديك الساعه ما كانش يوتيوب عندنا بزاف صافي لون دابا شي 10 دابا و جو مسو دي غنحط ان تروك في يوتيوب. هي صايبت لي واحد لابتيت افيش، درت لافيش درت فيها داك المورسو ومني جلي بوبلي وحطيتها في فيسبوك. هذا زعما لي جون اللي كانوا اوتور دو ما كانوش عارفين اني كنغني. داكور. كلشي تصدم وداكشي وزعما عجبهم. انا جو ماتوندي با اسكو عجب فريمون الناس بزاف اي تو، عجبو الناس و ساتوني ان تي بو زعما ماشي بزاف ساتوني ان بو. اي من تما صافي من تما بقيت حبست بقيت تري بيان. كي كان لونيفير ديالك فاش كنتي صغيره، فاش كنتي طفله كنتي كتجمعي بزاف مع وليدات مع بنات مع مختلطين؟ اوفوس فريمون عاديه. كنت عندك بوكو بلوس دامي بنات ولا 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 ولاد؟ دابا ولا شحال هادي؟ دابا ولا شحال هادي اللي بغيتي؟ دابا لي دو عاد. داكور. اوكي. باسكو كاين بنات كيقول لك لا انا جو بريفير يكونوا عندي اصدقاء دراري لانه البنات فيهم شي حوايج تحملوا بيناتهم. نو صافا انا ما كنتخافش داك لي تخوك اللي غادي يجبدوا لي المشاكل ولا مسالمه مع راسك؟ فريمون بزاف. ما عادش مع الصداع والو. ما كنبغيش الصداع وما كنبعد على الصداع وماكسيموم بوسيبل. في القرايه ديالك كنتي بغيونت؟ كنتي شاطره كيف ما كنقولوا ولا مويان؟ كنتي مويان زعما موين الماده اللي كانت تهز عليك؟ لا فيريتي صحتك القرايه. قولي انا يلا تهنيت من القرايه وحبست وساليت. بس تفكر شي ماتيغ كانت تعجبني. لا فيريتي ما كانش عندي شي ماتيغ بريفيري. لا ماتيغ اللي ما كنتيش كتحملي؟ كان لونجلي كانت تعجبني. داكور.
مثلا ما كانش كيعجبني ليستوار جيو, ما كانش عندي مع ليستوار جيو شي متاحيه لصحابنا ديال الاجتماعيات. معرفش علاش دائما الناس كتمشي بزاف لهاد القضيه ديال الاجتماعيات. انا كنت انا مني كنت صغيره كنت نتفرج في الدوكيومونتير بزاف داكشي, وان سيغتان مومون كنت بغيت نولي اركيولوج. داكوغ. المهم كانت تعجبني نشوف داك الدوكيومونتير ديال ايجيبت اي تو, ولكن ملي بديت كنقرا فريمون ليستوار جيو قلت هذا شي ما بعيد عليا ما يصلحش ليك. امتى حسيتي انه الموسيقى هي اللي هي طريقك؟ زعما ما فالو الوقت بزاف باش انني فريمون فاش امنتي براسك قلتي صافي هذا الشيء ديالي وخصني نكمل فيه. ما فيش سي 2019 داكور دونك مؤخرا فريمون سي لا او فريمون صافي جو متي دير غنحبس كلشي كاين غير الموسيقى. في القرايه ديالك وصلتي تبارك الله خدي عندك باك بلس 5 سي سا ديك لو ماستر ماستر فاش ماستر ان فينانس اون فينانس فينانس وموسيقى سي بيان ان بون ميلونج موسيقى فيها فلوس سي فري بور لانستان با با غران شوز ان فيريتي. لي انسبيراسيون ديالك ولا الناس اللي كانت كتاثر فيك موسيقيا شحال هادي شكون المدرسة ديالك اللي بغينا نقولوا موسيقية؟ انا كنت اسمع بزاف كاع داك لونيفير انجلو ساكسون داكشي ديال اليو كي ولا لي جروب بحال كولد بلاي. داكور بلوس في هاد لونيفير روك شويش كنت اسمع الروك شحال هادي كنت اسمع ملي كنسمعو تا فوا rien à voir pas rock du tout لا كان كيعجبني الروك نسمع ليه ماشي داك الروك عاوتاني. الارتيست بريفيري ديالك دابا الارتيست اللي كنسمع ليه بزاف هو لي ويز كابالجي. داكور مي عندي بزاف مقلش زعما وي لو كوتي عرب والو العربيه علاش بورتو كاين كاين اللي دار. انا حتى عمرك جربتي لا فيريتي؟ لا مازال ما عمري ما جربت نغني لي شونسون ديال الاخرين, ولكن جونفي ونديرهم بلو ستيل ديالي. داكور انا علاش ما عنديش زعما فريمون زعما حيت ملي كنت صغير ما عمري ما سمعت انا لي شونسون اون عرب ما والو ما كنا زعما كانش عندنا على الراديو بتلقى في الدار. داكور اوكي دونك سي ديفيسيل انا دونك بحالك بحال الجيل ديالك طايت الحال ومشيتي لو كوتي الاوكسيدونتال كما كنقولوا المساله تقلبت عندك الغربيه. لي بروميير انتربريتاسيون ديالك كيما بديتي كتلعبي بديتي كتغني بديتي كتقول ديك بديت زعما كنكتب اول حاجه غنيتها اون فا دير وحسيتي براسك انك واو غنيت زوين اسكون هذيك لا شونسون ديال تايتانيوم ما عرفتش كاش كنت انا ماشي سيا ما عرفتش فادي ما نقدرش نعتقك. دونك دائما بطايح الحال الغربي سي وي دوبي توجور زعما. وقلتي لي واحد القضيه كذلك فاش كنت عرفت عليك بطايح الحال اول لقاء شحال هادي سي عارفك انك مازال خدامه وكتغني دابا قلتي لي انك حبستي الخدمه توتالمون علاش؟ حبست باسكو je me sentais pas vraiment libre dans la musique ديالي c'est à dire qu'il y a toujours chez contrainte là ma نقدرش نمشي هنا لا ما نقدرش هنا واخا لا vérité زعما لي زعما le travail ديالي اللي خدمت فيه pendant 2 ans et زعما ils étaient très compréhensifs quand on tirait نمشي ونجي ماشي مشكل كان زعما ولكن juste انا en tant que زعما des fois quelque chose des engagements ما خصك ديرهم ما غاديش تقول لا نقول له نو نمشي انت انتوك دونك سيتي سا انا عندي واحد لا كونسيونس تري تري دروات تري ريجيد. بزاف الناس كيقول لك enfin كيقولوا enfin جينيرال سي فري كاين استثناءات كاين الناس بطبيعه الحال اللي تبارك الله عايشين من الفن ديالهم وهذا ولكن الاغلبيه كيتمرطوا في الفن ما حاساش انك تندمي على هذه القضيه انك تحبس الخدمه وتمشي فقط في الغناء. لا فيريتي زعما دي مومون فين تيجوني دي دوت وصلت تخلعت نقول لي شنو درت ولكن جو دي زعما سي لو مومون او جامي باش انني دو بيرسي انني نجرب انك تبدا اي او بيغ دي كات نقول لك شنو غيوقع كاع صافي او بيغ انا نخدم زوينه عندك شنو غيوقع الا كاع وقع شي حاجه غادي نحبسوا هاد الموسيقى ونعاودوا نرجعوا تاني نعاودوا نرجعوا تاني للخدمه نمشيو نغنيو شويه بطبيعه الحال ونخليو المشاهدين يكتشفوا الصوت ديالك دين تري تري بيان شونسون سميتها عاد بديت مازال بطبيعة الحال غادي نجيو غادي نتكلموا على بزاف ديال الحوايج نتكلموا بطبيعة الحال التتويج ديالك في افريما كذلك دونك فوالا مازال اللقاء بطبيعة الحال مطول دائما على شاشة تيفي ودائما في الطرق المغربي عاد بديت كلماتك وي داكور لي بارول ديالك اللحن ديالك اوسي اللحن ديالي اوسي وي اون فيت هاد لا شونسون خرجتها
بحال نقول جوست ابري انني خرجت من الخدمه و عاد بديت ان ديبار فوالا البدايه يلا سيدي عاد بديت سيدي هشام مساء النور ودائما بطيح الحالكم انتم اللي كتابعونا على شاشه تي في وفي طوكيو المغربي تفضل انت عليكم دايوغ تبارك الله عليك تري بيل فوا الصراحه هي هذه سيدي هشام ميرسي بوكو برافو لكم بجوج هذا سي السيجل نيميرو 1 لا عاد بديت هو الاخر اللي هو الاخر اللي خرج داكوغ حقا على واحد السيجل انا هو فين كنت اكتشفت نداء زهري كان تعامل مع عماد قطبي وي فانتسي كي داز التعامل ومنين جات الفكره جوستومون عماد هو اللي كونتاكتاك كانت وي هو اللي ايميز مافي كونتاكتي قال لي راه تخدم على ان البوم اي تو اي شيرش دي فوا اللي كي كوريسبوند زعما شويه داك لو ستايل اللي لونيفير ديالو اي دونك سمعني سي ان فيت سي بحال اون سي اون شانسون قديمه اللي وي ديال ارسوين دو فاير طيب الحال اكزاكتومون اي فوالا دونك هذيك سي بحال قول ما بروميير اكسبيريونس زعما فريمون بروفيسيونيل ستوديو هذا لي انترفيو من بعد دوكو سما كيفاش عشتي هذيك التجربه تخلعت شويه سي فري واه جيلي مول فادي ما كتسدي عليكم ايما ديري تي ابيتوي لي راديو تو دوكو كنتي تقولي لا فا بارلي تو اي سي بيان زعما سي ما شافي بيزوان داك الساعه دونك هذه كانت اول تجربه ديالك اون فا دير مهنيه بروميير سينجل ديالك من بعد اكزاكت سي با مون بروميير سينجل بروميير سينجل ديالي هذه سي لا شانسون خرجت 2016 وي لو بروميير سينجل ديالي كان خرج في 2015 اللي كان سميتو Dreams and Expectations داكور كنت مازال كنهني بالانجلي علاش قلبتي للعربيه قلتي انه ما كاينش مارشي بوتيت في المغرب با دو تو ان
فيت انا كان كلشي تقول لي خصك تغني بالعربيه خصك وي ديما ديما كنت نسمعها وانا راسي شويه قاصح ما تنبغيش ندير شي حاجه ما تنديرهاش مي سي فوني بوحدو زعما توصل ما كنت جالسه باش نجي غادي نجرب نكتب بالعربيه اي كتبت هي فين كتبت ما بروميير شانسون في العربيه اي صا مارشي صا وي صافا وي وي ملي كتشوف البوبليك ديالك اليوم كتشوف الناس كيفاش كتفاعل معاك لي كومونتير الا عندي ان بوبليك صغير ولكن زعما احسن بوبليك بوغ مو سي 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 تري بيان ملي كنسمعوا اصوات بحال ما هكا بعض المرات كيجبنا الله كتقول هاد السيده هادي مثلا كتغني خارج الموجه كي جايك الصحه الفنيه ديال اليوم علاش ما تعثرتيش بحال بزاف ديال الناس انك انت يا فرا طوندونس ما عرف شنو زعما ما كنتش عمري ما فكرت فيها زعما انا اللي تانا ندير شي حاجه طوندونس فكرت فيها ولكن ما امبوسيبل ما نقدرش بحال اللي غنجي ما بحال اللي غنجي كنضحك على راسي وكنضحك على الناس باسكو سي با موسي انا جو ريسبكت فريمون تو لي ستيل ولكن يا ان تروك انا ما دي تروك ما نقدرش نديرهم بحال حتى هما ما يقدروش يغنيو الستيل ديالي انا ما نقدرش نغني الستيل ديالهم وشنو كتبغي دوزي من خلال الستيل ديالك ندى alors انا لو ستيل ديالي سي ان ستيل لي après ça m'a mis une astuce la première fois tu coules ah c'est des trucs tristes tout ça tout ça les chouïa mais en même temps qui te laisse voyager on a les chansons d'Ali après ça ça marche vraiment tu concentres bien tu fais les paroles et tout les chansons d'Ali oui ça m'a fait un peu de la tristesse ou qu'il fait un peu de l'espoir et ça ça m'a les mais chaque couche tu peux écrire et qu'il y a des gens qui peuvent يشوفوا داك كيكابتو كيكابتو هذاك لو كوتي بوزيتيف حتى هو في الكتابه كتكتب بوحدك والوغ من بعد كتسمعي الناس بدل بوتيت خادين حيد هذه جينيرالمون تكتب بوحدي داكور دونك اللحن والكتابه بوحدك في الاغنيه اللي سمعنا عاد بديت مع من تم التعامل لارانجمون الوغ لارانجمون برودكسيون داكشي دارها ادم راوكي داكور Très belle expérience en tout cas. Tu connais la couple de taille à Afrima quand tu m'as dit que tu as dit que tu as dit parce que tu as dit que tu as dit que ça va faire quoi 4 ans. Mais quand tu as dit que voilà, jeune artiste, tu as dit un prix, voilà, tu as dit que tu as dit que tu as premier prix. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai été nominée dans les catégories. Et ربحت في هذيك لا كاتيجوري اليوم alors en anglais داكشي most promising artist in africa d'accord ou tania l'artiste la plus prometteuse au sweden OK la deuxième meilleure artiste في inspirational music OK ou الثالثه هي فين ربحت هي meilleure artiste de l'Afrique du Nord هذه ما كنتيش كتسنيها شكون كان حداك كانت معايا سلمى رشيد كانت معايا خولة مجاهد كانت معايا بسايكو كوين هادو المغاربة اللي كانوا معايا لي زوطخ ما كانت شيرين دونك فريمون زعما بون سي امبوسيبل كيفاش حسيتي براسك فاش لو نون ديالك ايتي برونونسي فاش قالوا لك ديجا نادا ذا وينر از نادا ازهري كانت فراسك يفو بريبار افون قبل نو غير انا كتكون عرفتي شي حاجه كانوا دوزو داك لي دوزو كاتيجوري اللي قلت هادوك شويه يقدر هذيك بدات كاينه بلاصتي ديكو مي دازو هادوك لي دو كاتيجوري قلتي ما كاين والو انا تسكيت ضربت فريمون تسكيت ودرت صافي دابا سي تامي اي ابري مي قالو سميتي ما بقيت ان فيت بقيت بوندون واحد 20 مينوت ولا 30 مينوت وانا تجيب الله زعما سوين بلاك وي كتقول مشيت مي مشيت درت مي هضرت وهذا طبعا ومشيت للباك ستيج وداك الشيء بقيت تنبقى جالسه تنقول لهم ما يمكنش لا ما يمكنش ما يمكنش اي سي بيان بوغ مزيان ان ارتيست اللي يلاه عاد بدي لا كارير ديالو انه كيكون تشجع بيان سور عندك لا كيتار ديالك كيكون تشجع طبعا اه بيان سور انا بوغ موا زعما ما نقولش لك زعما سما بروبولسي ولا سما في شي حاجه دو هذا ولكن سي جوست اون ريكونيسونس زعما ديال حتى بالنسبه لك انتيا ريكونيسونس انا بوغ موا سي لو بلوس امبورطون غير بدا داك لو طرافاي ديالك كيكون كتحس انا خدمتك فوالا عندها جمهور ديالها كان باغ فوت ياك سي سا الوغ كان 50% ديال لي فوت 50% ديال الجوري داكور مزيان هاد القضيه ديال الجوري اللي كيدخلوا في لي فوت لانه كيعتقوا بعض المرات لوغو اه باسكو البوبليك ديال واحد ما يكونش بحال البوبليك الاخر سي هاد القضيه ديال لي بوبليك شحال من واحد كيقول لك لا انا هذا البوبليك ديالي ماشي البوبليك ديالك البوبليك ديالي انا ماشي البوبليك ديالي اه واش كان عنده البوبليك ديالو
انا بحال دابا ديجا البوبليك ديالي سي بحال نقول بحال اون بتيت نيش زعما ماشي كلشي ماشي عامه ماشي عامه الناس. السفر سيتي في نيجيريا ياك اكزاكتو اول مره كتسافري لبلد افريقي اول مره تمشي لافريك وما كان زعما انا في با طون باش حنا رحنا في افريك بغيت حكينا صح حنا سبحان الله المغرب المغاربه كيجبنا الله علينا حنايا وني حنا خارجين قاطعين البحر الجهه الاخرى كي 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 دا السفر وكي داز شنو شنو مال الحوايج اللي اكتشفتي في الثقافه الافريقيه زوينين لا فيغيتي ما كاش انا الوقت كاع اكتشفت حتى شي حاجه وني ريستي 48 دور تولي 40 ساعه حتى غابيد سي ان ويكاند جي تاخد لو بري ديالك جينا لو جور ميم ديال لا سيريموني داكور Donc, on n'avait pas le temps, on a fait l'hôtel, tout le truc. Et ça, c'est un peu dommage. Man. On aurait aimé ça. Ça te donne envie, Anna, que tu as oui. Oui, oui, oui. Ou pas? Oui. Ah. لانه بزاف ديال الحوايج مالوغوزمون كنقولوا اللي ما كنشوفوا انه كاينه سياسه بالانفتاح تاع حال الدول الافريقيه وهذا مي مالوغوزمون وسوء الحظ ما كنعرفوش بزاف على الدول الافريقيه شنو اللي فيها عندنا الله يعلم واحد النظره نمطيه اللي سيفي ما انه ما كيما يدار القضيه ضعيفه الوغ كو نو لا سي فري يا بلان تروك ا ديكوفرير ولكن حنا ما حتى انا لا فيريتي ما جو ما عارفاش اكزاكتومون شنو كاين ا ديكوفري مي جو سي كيا دي يا دي بيزاج دي بلان تروك لي شونسون ديالك شحال عندك دابا من سينجل منين بديتي دابا واحد خمسة ستة زكتي كيدوزو في لي راديو كتسمعي في البروغراماسيون ميوزيكال ديال لي راديو ماروكان سافا 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 اه سا باس شادين بلايصو ما نقولش لك شادين بلايصو ولكن بعدا كيدوزو لا شونسون اللي عجبات بزاف البوبليك ديالك وصلت لي 5 سينجل وصافي هي على بيان تورني كانت تدوز في لي راديو بزاف وي دايوغ الى غادي تسمعوا طيط الحال في الاخر ديال الحلقه نمشيو نديرو فاصل دغيا بالزربه داكوغ نسترحوا واحد شويش دائما في طول كبير المغربي ودائما على شاشه تي في ونرجع معكم رجعنا معكم دائما على شاشة تي في وحلقة خاصة من برنامجكم الطول الكبير المغربي ضيفتنا ندى أزهري بزاف ديال الناس بطريقة ما كتعرفهاش ولكن متأكد أنكم هتدوزوا مع وقت ممتع الليلة نبدأ هذا الشق الثاني من البرنامج بأغنية جريت وي كلماتك وألحان كذلك توجو كتكتبي الراس ما كتحتاجي شي حد آخر كافية بوغ لانستون يلا جبال لتحامل لي كان
اللقاء بيناتكم جوجكم لدى هشام وي اول لقاء اول لقاء برافو صديقي برافو تري تري بيل شانسون اللي كيسمع هذه الاغنيه هذه كيقول عندك 77 عام مدى زهري جريتي ودستي سي فري كو نو سي با فورسيمون سا لي شانسون ديالك كيتكلموا شويه عليك على التومبيرامون ديالك على الشخص ديالك بيتيت اون فيت دي فوا تنكتب شي حاجه وتلقى راسي بحال فريمون انا ما كاتباها غير هكاك حيت ملي كنكتب ما كنحش زعما ان تيم ولا جو ليميت داكشي اللي كيخرج تنعاود نقراه عاد كنقول وا زعما داكشي راه سي سكو جي تلقاي راسك دون سا اه بحال دابا في لا شونسون جريت بحال شتي تهضر على شي واحد اللي كيجري مورا دي تروك اللي هو ما باغيش بحال دابا ما باغيش يعيش هو مش سي بون اي Et au final, c'est pour faire plaisir la société ou pour faire plaisir. Et au final, dès que la personne, elle laisse tomber ce qu'elle veut pas faire, ou quand tu dis que les trucs les plus simples, ils me suffisent. Merci beaucoup, tu as fait quelque chose. Exactement. Je suis venu à la race et à la tabia, et on va y aller. Je vais vous dire que la compétition à Frima, vous les contactez, vous les dites, voilà. شو بارتي كيفاش كتوقع القضيه هذه نشرح واحد التويش للمشاهدين apparemment تكون بحال اون سيليكسيون زعما في لي شانسون اللي كيدوزو في لي راديو و تو اي اون ميم طون جو بونس كاين اوسي ان فورمولير حتى انا سمعت لي دو انا كنت درت لو فورمولير داكوغ تقيت في لو فورمولير و نسيت ودازو دي موا اي دي موا عاد اخي عرفت داكوغ عيطوا لي قال لك فوالا راكي مشاركه هذا العام هذا و بديتي بطريقه بحال العمليه ديال البروموسيون ديالك عبر لي ريزو سوسيو جوستومون جيبو لي ريزو سوسيو كي داير علاقتكم كدير انا دابا على لي ريزو سوسيو صافا صافا دي فوا جي دي بيريود فين زعما جو بوبلي بزاف دي فوا جي بيزوان عاوتاني دو كترجع لور تو انتراكتيف مع الناس ديالك مع لي فان ديالك كتجاوب على لي كومونتير لي ميساج لي وي لي ميساج و لي كومونتير وي ولكن زعما بور بوبلي ديك لي ستوري داكشي تو لي جور تو لي جور نو ولكن سي تري امبورطون زعما سي ان تروك لي خصني نخدم عليه شويه جو سي ولات حاجه اللي مهمه بدات في الحياه ديال الارتيست علاش باش تكون دائما حاضر ديما زعما لي جون ما كينساوكش سي تري امبورطون سورتو سا اه وي كي جاي كضربوني اللي واقع في لي ريزو سوسيو مؤخرا وا سون سيتي دو نو لا فيريتي زعما سي incroyable mais c'est pas croyable ma marche c'est un truc normalement ma marche après les réseaux sociaux normalement on dirait non parce que voilà نتواصلوا مع بعضنا نوريو لبعضنا حوايج سي ان تروك كي دو ايت بوزيتيف نورمالمون ولكن مالوروزمون كل حاجه عندها لي كوتي نيجاتيف ديالها ولي ريزو سوسيو فريمون عندهم دي كوتي خايبين بزاف ملي كطيح في ان كومونتير خايب مثلا وقعت لك كتبقى لي تري رارمون داكوغ ملي كطيح في شي واحد فيسبوك ما كتفهميش كتقولي ما كيعرفوكش بزاف ياك زعما كتجيني الضحكه لا فيريتي زعما سام في غير وصافي زعما سوا دي فوا جو سوبريم دي فوا تنخلي ان كومونتير دو فافيان سوا يبقى فاش نبعدو على العين شويه تقول لو نومبر دو فيو او لا عدد المشاهدات وعدد الناس اللي متبعين واش هو معيار ديال النجاح اليوم ندى Malheureusement, oui. Les gens, mais n'importe quoi, si vous voulez trouver un événement ou là, si tu veux signer avec un label ou là, plein d'autres trucs. Par la carte, le premier truc que je trouve, c'est les chiffres. Avant toute chose. Ouais. À mon charity, mon chère date. Non. D'accord. Mais tu sponsors. Ah, mazal. Vous voulez mazal, mais tu as mazal, mais tu as jash. Je sponsorise, mais qui ne l'a pas cherché. Ouais. Qui quand j'ai quand quand j'ai dit à un insan qui me chie par un produit dialek. كيكون تاي مثلا جايب لك ما عرفتش وادوني كوم سا ان شيفر مثلا 100000 فيو كتجي انت كتبغي تطلع على 1 مليون كتمشي كتشري هذيك الباقيه الصريحه كتجي لا فيغي سي با كريديبل حيت ملي كتبان اون بليز زعما يا دي جونس شي كي كتبان بزاف كيبان لكش الارتيست انه كيغش راسو واحد شي شويه بحال انت كتغش راسك سي سي اي جو تروف صعيب هاد القضيه باسكو كتشوف 1 مليون دو فيو ما كتجي تلقى لي كومونتير 10 ديال لي كومونتير واغلبيتهم ما فيهم يتشاف ما ماش مي كاين ديجا
بحال دابا الا دخلتي فهاد لو تروك ديال انك تشري ليف زعما تو با بلو ريسورتير حيت تخرج اون شوسون من بعد غتكون دايره قل من في من الاخرى غتكون مايمكنش خصها تكون حتى هي بحال الاخرى وغتبقى تتشري وكل مره تشري وكل مره تشري ابخي سي ما يكونش ابخي ما تكونش عندك اون فيزيبيليتي كلير ديال على فريمون عمرك بوستي شي حاجه سو في لي ريزو سوسيال في لي ريزو سوسيو باردون وندمتي عليها لا فيريتي نو Non, non, non. Jamais. On a quand même publié chez Haja. C'est vrai, quand tu as fait ce vide, là, du coup, là. Mais pourtant, les poses d'elle, quand je m'attends à les poses d'elle, quand elle dit, ça va me chier. Ah, c'est les chansons, les trucs. Ah, là, Canada, oui. Là, les poses. عادي بلا ما كنبقاش ما كنبقاش شي حاجه وندمتي قلتي لا بيتي ما مرا وقعت ليا داكوغ انا ما جو ما فونتور با ترو دانك لي سوجي كتبقاي في لو موند ارتستيك ديالك ما كنقيس حتى شي حد ما كي ترانكيل تري بيان الارتيست اليوم كاين بزاف ديال الناس اللي ولاو لي ريزو سوسيو مو كيدخلهم كيدخلهم مصاريف كما كنقولوا ولا كيدخلهم فلوس ولا كيدخلهم فوالا سي بديت كتوصلي لهاد المساله هادي انت في يوتيوب عبر القناه ديالك شي حاجه بحال هكا ولا يوتيوب سي تري ميني مازال ما كاينش شي حاجه زعما لا مازال داكوغ مي حنا جيم راسي ديال يلا عاد بديت ملي كطيحي دي فوا قلتي كتخلي كومونتير خايب صافي مال كتلقى واحد اللي جاي ما فاهمش حتى الفن ديالك ما فاهم والو كي لا ما عرفتش انا ما كنداش بزاف داك لي كومونتير باسكو ايزون ما فهمت شي فالور اجوتي كي زعما ديز نيمبورط كو فهمتي ما ايز سي هما ما كيسمعوش كاع تلقى ما سامعينش كاع لا شونسون ولا غير داخل باش يكومونتي وصافي اكزاكتومون شحال لو ديرني تيتر ديالك شحال جاب في لي نومبر دو فيو يلاه لو مو ديرني تقريبا في 900 فيو فرحت بيان لا فرحت واحد تقريبا كنت تو سي كو زعما سي دي فغي فيو داكشي فوالا كتشوف دي لايك زوينين كتشوف دي كومونتير زوينين يا با ميو يلاه كنهضروا على احسن من مليون وعندك وهبطين عليك ملي كتريح مع راسك وكتفكر في لاكارير ولا كتفكر في المسيره الفنيه ديالك اللي جاي من بعد شنو من طريق كتبان لي كتكملي في نفس الطريق في نفس الستيل في نفس بور لانستون غنكمل في لو ميم ستيل جو فيسي دو فير شويه دي فيتورينغ بور شانجي ان بو مي بور لو مومون لو ميم ستيل ما كنشوفش راسي ندير ان اوتر ستيل داكوغ دي ديو غيكون غيكون دي فيتورينغ بيانتو ما نقول لك شاطي لي سكوب ولا شي حاجه نخليك تخدمي نخليك تخدمي على خاطرك نمشي ولا تخوازيام شونسون في البروغرام ديالنا هاد الليله دائما طايح الحرف طول بالمغربيه وعلى شاده تي في تري تري بيان شونسون اللي كتعجبني بزاف الان وولكر فيدد يلا لا لا سيدي هشام you
Jamil Jital, merci beaucoup pour la chanson Alan Walker, donc Fidette. Je suis justement sur le tempérament de Nada Kider. Le calme, le flavo, le calme, le flavo, le calme. Calme en général ou là... Calme de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ça bouillonne. C'est autre chose. Manas, que veut dire ça avec Manas? Tu es comme ça calme ou... Ah, j'ai calme. Ni quand tu veux dire que tu veux dire? La plupart du temps, comme Goulin. D'accord. Quand même, je sais que ça ne va pas créer des problèmes. Sinon, à ce côté. Rascas, têtu? Ah, bzaf. Quand même, j'ai une idée farci, ça fait. Sindira. Pas les, j'ai imaginé. Ok, je me détaille déjà. Sinon, ça me dérange. D'accord. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas une qualité qu'on rascas. Enfin, bzaf, Diana, ce que vous voulez que là. C'est un défaut, l'insane qu'on rascas. Je pense. Quand est-ce qu'on défaut? Ok. Patiente, qu'est-ce que c'est bara? Ça va, qu'est-ce que c'est bara? Comme je suis bzaf. Bien ou bien? Houdou de la marcoule. On va dire. Mais bien, j'allais, mais quand même, on va poser la question. Gourmande, qu'est-ce que c'est bzaf? Parce que quel est-ce que c'est bzaf? Qu'est-ce que j'allais? Pas trop gourmande, mais qu'il y a un problème à chocolat. Ah, je vais aller ça pratiquement. Bzaf, un bzaf. Mademoiselle Chocolat. Sbah, Bléil, Ayokita. C'est un clos tout le temps, dis-moi. D'accord. Bah, moi, l'on qui est avec Frasque. Il a que tu as bzaf. Ah. Oui, il fait bzaf, c'est car aussi. Ah, là, c'est pas bien. Qui est-ce que حياتك الفنيه بعد المرات كتوقع عادي ما بين الفنانه ولا ما بين لي زارتيست يكون بنادم مثلا جالو من اون كارير اولا واحد شويش كيسمع شي حاجه كيقول جوري ميت انا ندير هذه القضيه هذه ولا زعما واش انا كتجيني هذه القضيه لا فيريتي نو ما كتجينيش ديك لا جالوزي زعما كنهضروا على الحسد كنهضروا على كومون تيكسبليكي ديك ما عرفتش كيفاش نشرحها لك فهمتك جو بونس كتقول زعما انا بغيت ندير بحالك فوالا غادي سي نورمال زعما كتشوف ان ارتيست اللي واصل انتر ان نيفو زعما هذا تو تدي انا شي نهار بغيت نوصل داك لو نيفو شكون الارتيست اللي كتقولي ما نكرهش ولا نوصل غير شويه منه غادي نخلي لك طايح حل لو شون اوفير ماشي في المغرب فقط صعيبه لا كيستيون بحال دابا انا جو فوا دي ارتيست اللي مازالين صغار بحال دابا على برا وي بحال باغ اكزومبل بيلي ايليش يلا دارت 18 عام بورتون بدات لا كارير ديال مي كانت صغيره اي دابا وصلت لان نيفو باد جايز
وكاين اللي كيبقى عقل على الديتاي ديال الديتاي ديال الديتاي ديال الديتاي. لا ديما كتبقى عندي في راسي بان راه وقع شي حاجه. كاين واحد الفكره. اوكي. ولكن صافي زعما تنقول طونك سي با ان تروك تري غاف. مسامح كريم. كي داير على الخصم مع الفلوس؟ استادير. يديك مرخيين ولا شويه ولا. بزاف بزاف. زعما تكون شي حاجه خصني ولا بدا. ما كتهلا حتى كتصرف حتى كتصرف غير كلشي فاش كيمشيو فلوس كون جينيرال ما نفهم باغ دو فام شنو بحال هاد حوايج مكياج موسيقى وسي فتاه موسيقى شويه صافا موسيقى بيان شو نسات هي كاع نسات الموسيقى ولا بدا داكور دونك ما كتحافظيش على جيبك اون بو با ترو با ترو مزيانه شات مالوغوزمون اه باسكو الوغ انت جوستومون مزيانه انا كنتكلموا فلوس الانتاجات لحد الان اللي كديري ديالك سي ان انفستيسمون ديالك ولا وي اه سي ان انفستيسمون ديالي 100% لي بارون ولا انت لا انا لا مي بارون ما كيدخلوش كاع في هذا الكوتي بغيت غني سير الله يكون عليك بالخير انا ما تهضريش معايا صح بحال هكا ولكن زعما زعما انا بور مو لا ميوزيك سي شي حاجه ديال زعما سي ديالي بغيت نوصل بوحدي ما بغيتش وي ما عرفتش واش فهمتي داك فهمتك دونك سي طوني فور ديالك انت المجهود ديالك انت يا بوحدك ملي كيسمعوا لي بارون ديالك الاغاني ديالك كيعجبو زعما بارون كيعجبوني بزاف لا ميوزيك واخا او ديبي سيتي با اي بي سيتي با ايفيدون ايفيدون ولكن عمرو ما قال لي لا ما تغنيش لا ما تغنيش الاغنيه المفضله عندهم فهادشي كل في جوسكو لا ما عرفتش خصهم خصني نسولو ما عرفتش باسكو كيعجبهم كاملين ما يقول لك كاملين نو ولا بدا تكون وحده انت يا في لي شونسون اللي غنيتي جوسكو لا كاملهم شنو هي لا بريفيري عندك فين كتحسي انه سي لا و تدي هادي نقول دابا عاد بديت بسات باسكو سي لا ديرنيير ما عرفتش مي كلهم تيعجبوني لا فيريتي كلهم عندي شي حاجه مع كل شونسون داكوغ الحوار معك زوين ومازال غادي نزيدو نتعرفو عليك اكثر دائما على شدا ودائما في طول كبير المغربي باش نشوف بعيد ورجعنا معكم دائما على شاشة شادة تي في ودائما بطاقة الحمد خير برنامجكم طول كبير المغربي ضيفتنا ندى أزهري نبداو بأغنية جوستومون تكلمتي عليها قبيلة وصافي سا بار دو كوا علاش كتكلم عن الاغنيه بالضبط وصافي سي واحد لا شونسون كتهضر على على شي واحد زعما يلا بور دو بران دي ريسك في في سا في وصافي صافي لا زعما شي واحد اللي فريمون عنده بزاف ديال لي غاف وباغي يوصل بزاف ديال لي تروك ولكن تيبقى هو كيحبس راسو هو اللي تيحبس راسو خايبه هاد القضيه هادي خايبه عشتيها دزتي منها بسم الله يلا وصافي نديو المشاهدين اسدي شاب فكرتها
وصافي برافو ندى اغنيه زوينه اي سي فري مزيان انا نتكلموا كذلك في الاغاني ديالنا على التجارب بوتيتر اللي كنعيشوها عشان في الميدان الفني ديال المساله ديال لقيتي راسك حابسه راسك اي مازال دابا شويه كنعيش شويه هذه القضيه مي زعما سي ان ترافاي زعما يفو وي اي سان سان شنو شنو الحاجه اللي كتحسي براسك انها بدات حابسك ما مخليكش الحشمه ديالك تومبيرامون ديالك بدات جو بونس كو سي سا انا شنو الحاجه ديالك شنو ساجيتير داكور على صافي نو شنو هي كنسول En fait, c'est un peu, je suis réservée de base au Dakshi, mais d'abord j'essaie d'accepter la timidité parce que je suis pas là, tu vois, je peux pas changer, c'est difficile. C'est pour ça que des fois le fait en Khashoggi, ouais, c'était parce qu'on est signe, des choses que je voulais jouer peut-être. Ah, c'est vrai. Chaque fois, je mets tout l'idée, je fais des lives ou même chier. علاش سورتو شحال دابا دابا نو مي شحال هادي كانت تسوق عليا بزاف كتخافي كان عندي فريمون اون بير ديال لا سين كبيره بزاف داكور اول سين ديالك كنت فاس فمي كنت في لانسي جي كنت في لونيفرسيتي ودرت تما لا بروميير سين جي داكور سيتي دونك في اطار جامعي وهذا في سيتي في سكولير داكشي باغ سكولير تري بيان لا سين طيب حال ملي كنتكلموا على الفن كنقولوا فنان لا سين سي شي حاجه اللي هي مهمه جدا بالنسبه لاي فنان اولا طيب حال كيقرب من الجمهور ديالو ثانيا كذلك كتكون كذلك مورد ديال مالي باش كيعيش الفنان لا بلو بيل سين ديالك ولا احسن سين اللي لعبتي فيها لحد الان جو بونس لا ميور سين اللي لعبت فيها سيتي في لوفيرتور ديال ديال الفيستيفال ديال دو سينما ديال وجدة داكور اي ان فيت سيتي بحال دريس مابينغ زعما سيتي اون بيرفورمانس دريس مابينغ سميت كنت لابسه واحد لا روب طويله داكور اي يافي دي بروجيكسيون دوسو اوكي فوالا دايور سيتي لو ديريكتور ارتستيك مهدي سلي هو وزكريا اللي كانوا خدموا على هذا الكونسيبت اي فريمون ايزون في ان تروك انكرويابل D'accord. Quand ça fait un zwin, Jaljmor? Oui, c'était incroyable. Bien. La scène qui est filmée bien, d'Iman Fras, que tu voulais de la scène à dire, c'est l'aller. Ma voisine. Il y a déjà t'as un petit passage qu'on t'a invité de l'Aminux passage en 2018. Ok. Où la Kenz a l'objectif. Ma voisine. Le pire souvenir quand tu parles beaucoup de les artistes qui échouent peut-être des fois خايبين sur scène. شي حاجه خايبه sur scène, ما حمتيش راسك. Peut-être la voix, peut-être marche. Déjà en fait, انا j'ai des fois كنكون في la scène, je sais pas pourquoi, des fois كنكون hyper à l'aise, des fois pas du tout. Et c'est vrai que des fois la voix كتهرب شويه. كتهرب. Mais il faut. Ni كتهرب ليك la voix شنو كديري؟ كندير والو كنكمل. عندك دي دات افنيغ عندك عندي دي دات افنيغ في كازا ان شاء الله. مي مازال شويه. كتوجد؟ كنوجد. غتبقي دائما غاديه بهذه المساله ديال سينجل ان سينجل باغ سينجل ولا كتفكر انك دير ان البوم بوتيتر؟ Album mazal il a dit شي حاجه زعما bientôt ça sera un EP peut-être chez بعض les chansons de Kam mais pour l'instant بغيت نبقى نكمل single d'accord c'est encore trop tôt je pense ما عرفتش بالنسبه ليا كبلي الفنان كيملي كيدير البوم كتكون كتغني فيه بزاف ديال لي ستايل peut-être واحد شويه مختلفين تزيد تعرف اكثر على راسك ولا العالم الموسيقي ديالك ما عرفتش باسكو ديسك واحد دائما كيبقى عندك اختيار واش نغني هادي ولا واش نغني هادي ولا واش نغني هادي مثلا ولكن دي زامبل ديال دي زارتيست كبار ميم في العالم العربي مثلا كتشوف مثلا شيرين او اليسا او هذا مغنيه لك واحد دانس واحد كالم واحد هادي واحد هادي دونك كيكون عندك واحد عندك ان شوا ماشي ملي كت ما عرفتش جو سي با انت كيف الفنانه انت اللي كتقول لي هذا كنخمم في هذا التروك تنقول دابا الا درت ان البوم شكون اللي غيسمع ليه الحمد لله شوف قلال اللي غيسمعوا لك شوفو كاملين داكور اوكي فهمتي اش بغيت نقول باسكو اليوم اوني في واحد لا سوسيتي كي كتبغي تكونسومي دغيا تخرج ان سينغل غيسمع ليه مينوت الاولى غادي يدوز واش لي جون يزون لا باسيونس ان سورتو كو مازال فهمتي الا كانوا دي زونيفير الله اعلم مختلفين وي انا جو سي با انا بور لانستون بور مو جو بونس سي ترو تو داكور
يبقى حتى لا ما كيبقى اختيار ديالك انا ما قلت انا ما قلت حتى شي حاجه نمشيو لارتيست بريفيري ديالك لويس كابالدي فوالا اي سامون يو لوف بالبيانو دائما بطاعة الحال مع سيدي هشام ودائما في طلبي المغربي وعلاش هذا تي في كابالدي اي اورينز وين اف ات هاز سام وان يو لاف بصوت لالا ندى فكلا لك عندك واحد الصوت سي عالم عالم اخر سي فري كو في الكوليس كنا كنهضروا مع هشام فكرتينا بدي زارتيست وهذا تبقى مكمله في هذا اللون هذا وكتقول بيتيتر واحد النهار نلقى عاوتاني ان اوتر ستيل ولا اكسبلوري حوايج اخرين ولا بور لانستون زعما شو بيان في هذا لو ستيل بور لانستون مي بيتيت اخي نبغي نبدل شي حاجه اخرى انا افون باغ اكزومبل كنت نبغي نلعب داكشي اكوستيك اي تو سا ابري بديت كندخل شويه لي سون الكترو في لي شانسون ديالي دونك بشي شويه سي الكترو هي اللي جرات لهذا لو ستيل نو ان بو با ترو مي جوست ديك لا توش الكترو باش شويه لو مورسو يبوج ان بو داكور جوست ان بيتي بو مي باش ديما في الميم نيفو في الخدمه ديالك في التيتر ديالك كتشرفي على الديتاي ديال الديتاي واه ولا كتخلي وحدين اخرين كذلك حتى هما يعاونوك كتقبلي الاراء ديال الاخرين كيقول لك مثلا وين هذا هذه لا اه وي جاكسبت مي ديجا انا على باس شو كالكان اوتوكريتيك بزاف داكور دونك ديك شي حاجه ما عجبها ديك شي حاجه غير ان بيتي تروك لي لي جون سا با لي ديرونجي يقول لي سي با غاف المتعوده انا خصني نعاودها اوبليجي داكور شكون لارتيست ماروكان اللي كيبان لك واحد شي شويش بوتيت قريب من لونيفير ديال كي بوتيت يقدر يكون ان ديو ولا شي حاجه بحال هكا اللي قريب من لونيفير ديالي
جو سوري با دير ما انت قول لي شكون اللي كيجي يقري لي مجموعه كلمه جو سي با سي مي سي فري كان كان اونيفير ديالك بواحد كي تري تري كالم مارش داكور على الانترناسيونال على الانترناسيونال عندك احلام بحال ما هكا ولا بدا ولكن انا شكا كان تبقى تري رياليست زعما تري تري تير كتقولي لي دونك خلينا هنايا بعدا نشوفوا شنو شنو غادي نديروا في هذه الحريره هذه عاد نزيدوا الحوايج اخرين الاغنيه جوستومون كتكلم على الحب مازال جي واحد الشق اللي غادي ندخلوا ليه توا وغادي نتكلموا واحد شويه على الفرح دائما بطبيعه الحال كنقولوا انه ما بقيناش بيتاتخ ما بقاش عندنا الحب كيف شحال هذه قضيه ولا ندخلوا عليها بزاف ديال الماديات وهذا دونك نشوفوا حالتنا دا والحب كيفاش شنو كيفاش دايره مي من قبل بطبيعه الحال فاصل دائما في التركي المغربي ودائما على رشاد التيبي ورجعنا معكم دائما على شاشة تي في وغادي ندخل معكم للجزء الاخير من البرنامج دائما كنخصصوا بطبيعه الحال لواحد لو سونتيمون ولا واحد الشعور اللي دائما طايح كيكون عندنا وكيكون مرافقنا الجميع في حياتنا مجموعين سي الحب وغادي نشوفوا ندى كي دايره علاقتها مع الحب فاش بدنا هذا الشيء قضايا في الكويز قلت لها شنو هو سي كو لامور كي دايره علاقتها مع الحب جوستمون كنحسوا بزاف ديال الحب جوستمون في لي شونسون ديالك كي دايره علاقه ندى مع الحب alors زعما pour moi زعما دابا كاين لامور ديال الموسيقى داكور كاين لامور ديال جام مي زامي ما فامي شوي بديت الدبلوماسية المشكل كاين pour l'instant الحب الاولاني في حياتك بروميير امور اول مره حسيتي براسك حبيتي انا شنو في الدراسه ملي كنت صغيره كان عندك جيب لي الشكلاط داك الشيء اللي زعما الشكلاط اليومين هذا كنت تمشي لي تحت لو كازي داكور وكان داك الشيء بطبيعه الحال فوالا براءه ديال الدراري الصغار اه كنا مازال صغار ديك 8 ans 9 ans بحال هكاك تبارك الله ملي الوغ جوستومون بقاو في 8 سنين 9 سنين اي بنت واي فتاه كتفكر في البران شارمون ديالها فارس الاحلام ديالها شنو المواصفات ديال فارس الاحلام ديالك L'intelligence, pour moi, c'est très important. Qui, c'est vrai? Ah oui. Intelligent, respectueux. D'accord, comme tu as dit, Zid. Je me suis dit. Écoute, je suis un des amis, il a des passions. Quelqu'un d'actif, plutôt actif. D'accord. Romancia, Nada? La vérité, pas trop. C'est vrai? J'adore la qadia di romancia la c'est rare bli katlqa fannan ma jabdouch el hob ou la ma yichouch el hob non mais ana je pense que zama le jour fin zama je vais rencontrer la bonne personne dakchi dakchi ça va venir naturellement wa khala la يمكن لك في الحب بعض المرات وبالحب او بسبب الحب كان يمكن لنا نسمحوا في بزاف ديال الحوايج شي حاجه ما يمكنلكش تسمحي فيها هذا يعني حب ولو انك تكوني مثلا كتبغي فوالا شريك حياتك شي حاجه اللي يمكن لي نديرها ما نسمحش واه لا ترومبري هادي سي سور تريزون داكور امبوسيبل وفاش هضره ميم با ما تعاود انا شكا كان عندي واحد لا فيرتي كبيره بزاف ما نقدرش داكور واخا زعما سورمون جو سوفرير اي تو كان جو بريفير سوفرير ك تحبس العلاقات وانك تكمل فيها كاينين الناس اللي كيقول لك وي نقدر نسمح فيها كاين الناس كاع اللي كتقول لك انا هي ما تجيش في راسي ويدبر راسو يدير اللي بغا لا انا لا مي ابري عاوتاني كاين سي اون كيسيون ديفيسيل شويه باسكو جو مي دي بحال دابا لو برينسيپ هو انك فوالا الخيانه لا اوكي هي في راسك واش يمكن لك تعطي فلوس كاملين باغامور عن حب كاين ناس اللي كتفرط في الغالي وفي سميتو على قبل هذاك الشخص ولا على قبل هذاك الانسان ولا على قبل وكاين اليوم في المجتمع ديالنا كاين اليوم النساء اللي بعض المرات كيتعرضوا لبحال هذه المسائل هذه كيفاش زعما تي زعما سي سي لا بيرسون زعما ال لو ميريت وداك الشيء زعما وي باش غادي تعرفي انه ال ميريت ولا ال ميريت با بلا يستاهل نكون عارفه سي فري سيزيام سونس ديال العيالات عندك عندك الحساسه السادسه عندي بزاف كتبرز شويه لا حتى
التوقعات ديالك ديما كيطلعوا هما هما ولا واه لا فيريتي وي ملي كتحسي بشي حاجه كتسويتو جايه في الطريق كتقولي انا قبل كاع ما تكون حتى شي حاجه كنكون انا عارفه دابا دونك سي فري هاد القضيه ديال الساد الحساسه تاع عند العيالات ولا عند النساء باش ما نقولوش عيالات طيب حال النساء كتكون متطوره بزاف وشحال من مره كتحس كتقول لك يعني على ملي خاطري او لا سي فري عندنا واحد الانستان بحال الانستان ماتيرنال الموسيقى والحب مش كلهم يكونوا فارقين انا بوغ مو دابا زعما الموسيقى هي كل شيء زعما دونك هي الحب هي الحب ديالك عرفتي عطاتني اجوبه دبلوماسيه زعما ما كاينش في الشده واخا نخرجوا بالحب الدور ديال الراجل في الحياه ديالنا دا سواء مثلا الوالد ديالك انامي ما عرفتش انا بوغ مو زعما دابا كاين الدور ديال مون بير بيان سور هو اللي زعما اسونسييل لو بلو بريزون زعما في حياتي داكور حاضر بوزيتيفمون ولا بعد المرات كي بوزيتيفمون كون كنتفرج ما كاينش نكات كون كنتفرج علاش شنو قلت لك قبيله في البرنامج رجعي فين كنتي ياك زعما نو قاصح معاك الوالد ديالك نو 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 متفاهم لاغ ديالك متفاهم لا اي مي في كونفيونس بزاف عارفني زعما شكو كوزا ما كندير شي حاجه ماشي هذيك دونك في كونفيونس عارف تسمع الموسيقى تي اي مون كوراج هو دابا تيجي عندي تيقول لي كل نهار ندى خصك تخرجي ان شونسون ندى تعطلتي ندى كل شهر خصك تكون عندك ان شونسون واجده فكل شهر سي واحد شويش بزاف مي هو زعما خصك تخرجي ان شونسون ندى تعطلتي الكرا علاقتك بالوالده ديالك كيف دايره فيزيونيل بزاف كتعاود لها كل شيء اه كعرفه كلشي كلشي ديتاي ديال ديتاي اون اون اي ترو ترو بروش داكور اوكي دونك ما كاينش حاجه ما عرفاش ماماك لا عارفه كلشي يا جوني راه شوف هي با دو بياج والله البرنامج الوحيد اللي ما فيه لا بياج لا حتى شي حاجه تشوف السؤال داكور اوكي غادي نخليك اخر رساله بيتيت خلي فان ديالك تا كاميرا شنو تبغي تقولي لي فان ديالك شنو تقول للجمهور ديالك شنو تبغي تقول للناس اللي فوالا متبعين ندى أزهري alors كنقول لهم ميرسي بوكو لو سوتيان ديالكم دوبوي توجور و تسناو الجديد تري بيانتو شكرا للحضور ديالك معنا جيسبر نتمنى ان مشاهدينا بطبيعه الحال يكونوا دوزوا معنا وقت ممتع مازال جاي اغنيه بطبيعه الحال كتحمل عنوان انا اللي بغيت وهي اخر اغنيه بطبيعه الحال في البروغرام ديال اليوم شكرا لكم بزاف انكم كتبعونا كيف كل احد في الطرق المغربي على شاده تي في غدا ان شاء الله غادي نتلاقاو جميع على شاده اف ام دائما في رشيد دون سديس من الصباح حتى العشره من الاثنين حتى الجمعه وموعدنا بطبيعه الحال كيتجدد دائما على هذه القناه الفنيه الجميله جدا الاحد المقبل تصبحون على حب